نحن رايحين لفرنسيا ومع بيلي ريكومبروندر ومع قصة جديدة بعنوان لورو سينيول كونت اوريونتال. L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qui s'appelait Bulbul et qui était son ami. Bulbul venait manger dans sa main et la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbul chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Mais un jour, son ministre lui dit « Je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un beau plumage. » Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs et que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le nouveau rossignol si joli et il écoutait si souvent sa chanson qu'il oublia Bulbul. Et Bulbul serait mort de faim si la petite fille de la cuisinière ne l'avait adopté. Mais à force de remonter le rossignol mécanique, la clé cassa et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put le raccommoder. L'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. Une nuit, qu'il était près de mourir, il entendit soudain à côté de son lit une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. C'était Bulbul qui chantait. Et Bulbul chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Oh Bulbul, dit l'empereur, ton plumage est moins joli. » Et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre, mais tu es un ami, et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur reconnaissant, commanda pour Bulbul une cage d'or et une petite couronne de diamants. Et dans l'indénéona, le rossignol, مقصود به العندليب, le rossignol كمنارا, un petit oiseau, يعني نتكلم عن طائر صغير, qui chante merveilleusement, الذي يغني بشكل مدهش. Qui chante merveilleusement bien. الذي يغني بشكل مدهش جيدا. Mais qui ne chante que la nuit. ولكنه لا يغني إلا في الليل بمعنى آخر. إذن عندنا هنا le rossignol, كونت أوريونتال. إذن نتكلم عن العندليب ثم نتكلم عن قصة أو رواية شرقية. لوريون المقصود به الشرق. أوريونتال إذا نتكلم عن شيء شرقي. كونت أوريونتال إذا نتكلم عن رواية شرقية. L'empereur de Chine إذا نتكلم عن إمبراطور الصين avait dans son jardin un rossignol. avait نتكلم عن le verbe avoir. في الامبارفي le verbe avoir كما نرى بعده اسم إذا هنا يفيد الملكية. إذا المقصود هنا بأن l'empereur de Chine إذا إمبراطور الصين avait dans son jardin كان له أو كان يمتلك دون سون جاردان في حديقته أن روسينيول كان يمتلك عندليبا كي سابلي بلبل الذي كان يسمى بلبل كما نقول بلبل. لومبيرور دو شين افي دون سون جاردان أن روسينيول كي سابلي بلبل إي كي إيتي سون أمي والذي كان صديقه. إذا كان صديق الإمبراطور والذي كان صديقه. إذا نتكلم عن هذا البلبل الذي يمتلكه والذي كان صديقه. طبعا نتكلم عن لو فيرب إتر على بارفي. إي كي إيتي والذي كان طبعا في الماضي سونامي يعني صديقه. بلبل فوني مونجي دون سان مان العندليب الذي يسمى بلبل فوني يعني أنه كان يأتي دائما في لامبارفي. طبعا الأفعال المصرفة في لامبارفي المقصود أنها كانت تتردد كعادة في الماضي. إذن بلبل فوني مونجي دون سا مان يعني أنه كان يأتي. طبعا نتكلم عن لو فيرب فونيغ الامبارفي. لو فيرب فونيغ يعني جاء أو أتى. بلبل فوني مونجي دون سا مان يعني أن بلبل كان يأتي ليأكل دون سا مان يعني في يده. يعني أن هذا الطائر الصغير كان يأتي إلى الإمبراطور ليأكل في يده. إي لا نوي وفي الليل. Quand l'empereur ne pouvait pas dormir, عندما الامبراطور لا يستطيع dormir النوم. طبعا نتكلم على لوفير pouvoir à l'imparfait. Et quand l'empereur ne pouvait pas dormir, et la nuit, وفي الليل, quand l'empereur, عندما الامبراطور ne pouvait pas dormir, لم يكن يستطيع النوم, بلبل شانتي سي بيان, يعني أن بلبل, نتكلم على العندليب, بلبل شانتي سي بيان, يعني أن البلبل يغني بشكل جيد que l'empereur oubliait
بحيث أن لومبيرور كو لومبيرور بحيث أن الإمبراطور أوبليي يعني أنه كان ينسى. طبعا نتكلم على لوفير أوبليي المقصود به نسية. إلانوي وفي الليل كون لومبيرور عندما الإمبراطور نو بوفي با دورمير لم يكن يستطيع النوم. بلبل شانتي سي بيان يعني أن بلبل يغني بشكل جيد كو لومبيرور بحيث أن الإمبراطور أوبليي يعني أنه كان ينسى تو لي سوسي كل ما يشغل باله. لو سوسي المقصود به نتكلم على الهم. أوبليي تو لي سوسي يعني أنه كان ينسى كل همومه وكل ما يشغل باله. دو سوميتي نتكلم عن هموم مهنته يعني كإمبراطور كحاكم. بمعنى آخر كان ينسى هموم الحكم. بمعنى آخر كان يغني له حتى ينسى هموم الحكم ثم يستطيع النوم. مي ان جور ولكن في يوم ما سون مينيستر لويدي مينيستر تاني النوم كي اد لومبيرور ا غوفيرني. اذا نتكلم عن رجل يساعد الامبراطور ا غوفيرني للحكم يساعده على الحكم. نتكلم عن لو غوفيرنومون يعني الحكومه. اذا لو فيرب غوفيرني يعني حكمه. غوفيرني المقصود به حكمه. ا ديريجي سون بي لتسيير بلدي. إذا نتكلم عن رجل يساعد الإمبراطور في حكمه ثم في تسيير بلده. un homme qui aide l'empereur à gouverner et à diriger son pays. le ministre المقصود به الوزير. طبعا الوزير هو الذي يساعد الإمبراطور ويساعد الرئيس أو يساعد الملك مثلا على الحكم وعلى تسيير البلد. mais un jour ولكن في يوم ما son ministre lui dit. إذا نتكلم عن وزيره قال له جو كوني أغوسينيول. جو كوني أغوسينيول كي شانت أوسي لو جور إي كيا أن بيا بو بليماج. إي كيا أن بيا بو بليماج والذي عنده ريش جميل جدا. والذي له ريش جميل جدا. إي كيا أن بيا بو بليماج إي إل أبورتا ألومبيغور أن وازو بان دو بريونت كولور. طبعا عندنا جو كوني يعني أنا أعرف. جو كوني هذا لو فيرب كونيتر. طبعا يختلف عن لو فيرب ركونيتر الذي سنراه بعد قليل. جو كوني يعني انا اعرف. اذا نتكلم عن لو فيرب كونيتر كما قلنا الذي يعني عرف. جو كوني ان غوسينيول انا اعرف عن دليبا كي شونت اوسي لو جور الذي يغني ايضا النهار. في تعريف لو غوسينيول العندليب الذي نعرفه العندليب لا يغني الا في الليل. لكن الوزير يقتري على الإمبراطور عندليبا يغني بالليل وأيضا بالنهار. يغني بالليل وأيضا بالنهار. إذا ماذا قال له؟ جو كوني أغوسينيول كي شونتو سي لو جور. أنا أعرف عندليبا الذي يغني أيضا النهار. إكيا أن بيا بو بليماج. إكيا أن بيا بو بليماج والذي عنده ريشا جميلا. إلى بورتالون بيغو أن وازو بان دو بريون دو كولور. ثم أنه أتى. طبعا نتكلم عن لوفر أبورتي يعني أنك تأتي بشيء. إل أبورتا ألومبيغور ثم أنه أتى للإمبراطور أن وازو بان أتى له بطائر بان. طبعا مصبوغ مصبوغ كما نقول. نتكلم عن لوفر باندر باندر يعني أنك تصبغ. إذا بان دو بريون دو كولور كما نقول مصبوغ بألوان براقة. مصبوغ بألوان براقة. بان دو بغيون دو كولور. إي كو لون رومونتي افيك اون كلي بور لو فيغ شونتي. والذي نصعده كما نقول. والذي نصعده إي كو لون رومونتي والذي نصعده كما نقول افيك اون كلي بمفتاح. يعني أننا نصعد هذا الطائر الجديد بمفتاح بور لو فيغ شونتي لنجعله يغني. لنجعله يغني. إذا واضح بأن الطائر الجديد الذي أتى به الوزير هو فقط طائر صغير ميكانيكي له بجنبه مفتاح. نضغط عليه إلى الأعلى نرفع هذا المفتاح إلى الأعلى بجانب هذا الطائر فيبدأ الطائر في الغناء. إل أبورتا ألومبيغور أوازو بان دو بريون دو كولور إي كو لون رومونتي أفيك أون كلي بور لو فيغ شونتي لكي نجعله يغني. إي لومبيغور تخوفا لو نوفو غوسينيول سي جولي. طبعا الإمبراطور تخوفا يعني أنه وجد. نتكلم عن لوفير تخوفي طبعا في الباسي سامبل مصرف في واحد الزمان اللي تتسمى
Le passé simple. Et l'empereur trouva le nouveau rossignol, c'est joli. Ou l'imbrator, wajada le nouveau rossignol. Yani wajada l'andalib jadid, c'est joli. Jid Jamil, il écoutait si souvent sa chanson. Wastama'a ghaliban jiddan sa chanson. Ognietao. المقصود هنا بأن الإمبراطور كان غالبا يستمع لأغاني العندليب الجديد كيل أوبليا بلبل بحيث أنه ناسي بلبل إل إكوتا سي سوفون سا شانسون كيل أوبليا بلبل ثم أنه كان يستمع غالبا لأغنيته المقصود لأغانيه كيل أوبليا بلبل بحيث أنه ناسي بلبل نتكلم عن العندليب الأصلي أي بلبل سوغي مور دو فان ثم أن بلبل serait mort de faim. كان سيموت من الجوع. Et Bulbul serait mort de faim. و Bulbul كان سيموت من الجوع. Si la petite fille de la cuisinière ne l'avait adopté. Ida, la petite fille, يعني البنت الصغيرة de la cuisinière, نتكلم عن بنت الطباخة, ne l'avait adopté. أنها تبنته. المقصود هنا بأن Bulbul serait mort de faim, يعني أنه كان سيموت من الجوع. لولا أن بنت الطباخة سي لا بتيت في دو لا كوزينيير نو لافي أدوبتي هو كان سيموت من الجوع لولا أن بنت الطباخة تبنته لكاد يموت جوعا لأنه لم يجد من يهتم به أدوبتي المقصود به بخوندغ أن أونفون يعني أنك تأخذ طفلا كيني با لو سيان الذي ليس له المقصود أن شخصا يأخذ طفلا ليس له المقصود أنه يتبناه بمعنى آخر Elle est élevée comme son fils ou sa fille. Elle est élevée. يعني أنه يربيه comme son fils كابنه ou sa fille أو كبنته. إذا نتكلم عن الوفرب أدوبتي. طبعا الوفرب أدوبتي ممكن أنه يأتي فقط مجازيا. نقول مثلا فلان تبنى خطة. أنه طبق خطة معينة. إذا نتكلم عن الوفرب أدوبتي الذي يعني أساسا تبنى. يعني أنك تتبنى مثلا طفلا ليس ابنك لكنك تربيه كابن لك مي أفورس دو غومونتي لو غوسينيول ميكانيك ولكن بقوة رفع لو غوسينيول ميكانيك العندليب الميكانيكي المقصود هنا بقوة رفع مفتاح هذا العندليب الميكانيكي لاكلي كسر إذا نتكلم عن المفتاح كسر المقصود المفتاح تكسر لا كلي كاسا كما نقول المفتاح كسر المفتاح تكسر اي لوازو سيس دو شونتي لو فيرب سيس يعني توقف اذا لا كلي كاسا المفتاح تكسر اي لوازو سيس دو شونتي ثم العندليب توقف عن الغناء بيرسون نو بي لو راكومودي بيرسون لا احد نو بي لم يستطع عندنا لو فيرب بوفوار نو بي لو راكومودي بيرسون نو بي لو راكومودي لا احد استطاع إصلاحه. Personne ne peut le raccommoder. لا أحد استطاع إصلاحه. طبعا لو فيرب raccommoder المقصود بأصلح وهذا المعنى ينتقل ليعني الصلح بين الأشخاص. وهذا المعنى أيضا يعني الصلح بين الأشخاص. نتكلم عن لو فيرب raccommoder. أنك تصلح شيئا كما عندنا هنا أو أنك تصالح أشخاصا. L'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. إذن الإمبراطور أصبح جد حزين qu'il tomba بحيث أنه سقط gravement malade مريضا بشكل خطير سقط مريضا بشكل خطير l'empereur devint عندنا le verbe devenir au passé simple devint يعني أنه أصبح l'empereur devint إذن الإمبراطور أصبح عندنا le verbe devenir si triste حزين qu'il tomba gravement malade. أنه أصبح حزينا بحيث أنه سقط gravement بشكل خطير مالاد مريضا. tomba c'est le verbe tomber. tomba c'est le verbe tomber. إذن كما قلنا mais à force de remonter le rossignol mécanique la clé cassa et l'oiseau cessa de chanter. personne ne put le raccommoder. l'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. une nuit qu'il était près de mourir في ليلتين إنوي كما نقول هنا ليلة يعني ليلتين بحيث أنه كان قريبا أن يموت إنوي كيل إتي بخي دو موغير
المقصود هنا في ليلتين بحيث كان قريبا من الموت. Une nuit qu'il était près de mourir. Il entendit soudain, يعني هو سامع فجأة, هو سامع فجأة. Il entendit, عندنا le verbe entendre. Il entendit soudain, يعني هو سامع فجأة, à côté de son lit, بقرب أو بجانب, بقرب أو بجانب سريره, بقرب أو بجانب سريره, à côté de son lit. سامع فجأة بالقرب من سريره une voix si mélodieuse, une voix si mélodieuse, يعني سامع صوتا si mélodieuse, كما نقول لحنيا, لا ميلودي المقصود بها اللحن, لا ميلودي المقصود بها اللحن. إذن mélodieuse يعني أنه فيه لحن جميل. une voix mélodieuse, إذن نتكلم عن صوت كما نقول ملحن, qui est très pur, الذي هو صافي, الذي هو جد صافي. إذا نتكلم عن صوت جد صافي, كي أن تري جولي سون, الذي عنده صوت جميل جدا, الذي عنده صوت جميل جدا, كي أن تري جولي سون. إذا نتكلم عن صوت, نتكلم عن كلام, كي أن تري جولي سون, الذي فيه صوت جد جميل. إذا لافو المقصود به الصوت الذي يأتي من الأحياء مثلا, مثلا الأصوات التي تأتي من الأشخاص. إذا نتكلم عن la voix, la voix. Une nuit qu'il était près de mourir, il entendit soudain à côté de son lit une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. إذا هو سمع فجأة بالقرب من سريره صوتا جميلا فيه لحن جميل, qu'il se sentit revenir à la vie, بحيث أنه أحس يعود للحياة. Qu'il se sentit revenir à la vie, بحيث أنه أحس revenir, يعود, à la vie, للحياة. طبعا عندنا لو فيرب se sentir, يعني أحس. Qu'il se sentit, بحيث أنه أحس revenir à la vie, يعود للحياة. C'est Bulbul qui chante, إنه بلبل الذي كان يغني. Et Bulbul chanta jusqu'à ce que l'empereur fut complètement guéri. إذن وبلبل chanta, يعني أنه بقي يغني jusqu'à ce que l'empereur, إلى حدود أن الإمبراطور في كومبليتمون غيري, شوفي بشكل كامل, بحيث أنه شوفي بشكل كامل. أو بلبل دي لومبيرور, إذن قال ماذا؟ يا بلبل, قال الإمبراطور. أو بلبل, إيه يا بلبل دي لومبيرور, قال الإمبراطور. طون بليماج إي موان جولي, ريشك أقل جمالا. إي تي نو شونت با تو لو طون كوم لوطخ, وأنت لا تغني كل الوقت مثل الآخر. اي تي نو شونت با تو لو طون كوم لوطخ, وأنت لا تغني كل الوقت مثل الآخر. مي توي أنامي, ولكنك صديق, ولكنك أنت صديق. مي توي أنامي, ولكنك صديق. اي تي فيان كونت أون بيزوان دو توا, وأنت أتيت كونت أون بيزوان دو توا, عندما عندنا حاجة لك. وأنت أتيت كونت أون بيزوان دو توا, عندما عندنا حاجة لك. المقصود أنت أتيت عندما احتجناك. ما توي أنامي, ولكنك صديق. اي توي فيان كونت أون بيزوان دو توا, وأنت أتيت عندما احتجناك. اي لومبيرور ريكونيسون, والإمبراطور معترفا. طبعا تكلمنا فيما سبق عن لو فيرب كونيتر, يعني عرف. هنا عندنا لو فيرب ريكونيتر, ممكن أن تعني أنك تعرف مرة أخرى, لكن كما عندنا هنا لو فيرب ريكونيتر يعني اعترف بجميل. لو فيرب ريكونيتر يعني اعترف بجميل. اي لومبيرور ريكونيسون, والإمبراطور معترفا. كوموندا بور بلبل, يعني أنه طلب لبلبل. كوموندا بور بلبل, يعني أنه طلب لبلبل إن كاش دور, طلب له قفصا ذهبيا. طلب لبلبل قفص من ذهب, اون بتيت كورون, وطلب له تاجا صغيرا. اون بتيت كورون دو ديامون, وطلب له تاجا صغيرا من الدياموند, وطلب له تاجا صغيرا من الدياموند. إذا نكتفي بهذا القدر, حياكم الله, وإلى لقاء قادم بإذن الله.